طريقة تنظيمك لقناتك على اليوتيوب هي صورتك اللي بشوفوها كل الناس ليعرفوا كيف تكون محترف. لهيك اليوم جبت لكم هذا الفيديو لننظم قناتنا على اليوتيوب ونعدلها ونظبط صورتها. نضيف عليها المعلومات الأساسية المشاهد يعرف حضرتك شو عم تعمل وكيف عم تقدم المعلومة وإمتى الوقت اللي بتنشر فيه وكمان اختصاص قناتك وشوية ألوان بتخص اختصاصك. من الفيديو رح يكون في عنا أداة تانية نلجأ لها وهي كانفا لنعدل كل شيء بالنسبة للقناة. نساوي بانر اللي هو العلامة اللي موجودة بقناة اليوتيوب ونضيفها بألوان متميزة. خلي لكم بصمة وبرسونال براندينج لأنه زمان الانفلونسر عدى ولا. من المتميزين هنن اللي بيتركوا بصمة بتميزهم عن غيرهم وأنتو أكيد من هدول الناس لأنه تميزكم هو اللي بيجعل لمستكم مختلفة. أولاً عن طريق اليوتيوب ندخل على إعدادات الضبط للشاشة عن طريق التشانل ومن هون بيطلع لعنا معلومات أساسية عن القناة. مهم كتير تنتبهوا لهي التفاصيل، مهم كتير تكون عندكم فكرة كاملة عن اللي أوت اللي هي الوجهة الخارجية، البراندينج، البيسك انفورميشن اللي هن أساسيات للقناة. بهي المعلومات بتتعرف الخوارزميات قناتكم شو بتعمل واللي انتو متخصصين فيه اكتر. ركزوا معي نقطة مهمة جدا، الفيديوهات اللي بتكون بأول السطر هي الفيديوهات للناس اللي مو مشتركة بالقناة، أما الفيديوهات اللي بتكون بعدها فهي بتكون الفيديوهات للناس المشتركة معكم بالقناة. فيكن تختاروا الفيديو اللي بتحبوا تحطوه كوجهة للقناة كإنترو أو كمعلومة. من هون في عنا القائمة للتشغيل، صراحة من الأشياء اللي كتير ممتازة لزيادة المشاهدات وكمان لترابط الأفكار للمشاهد يعرف شو عم يتفرج، ونفس الوقت بتكون في إلها فكرة ذاتية إنه هذا الشخص اللي عم يدور على المعلومة بيكون عم يدور على شيء معين وبيلاقيه بالمكان محدد من دون ما يتشتت. في عنا For You هو بتكونوا انتو منتقينا، وفي فيديوهات عادية ممكن تحطوا الفيديوهات اللي بتكون ياها اللي بتختاروها انتو. الفيديو المتميز عنكم ممكن يكون نحط على سطح المكتب للقناة. بعد الموست بابيولر فيديو من الفيديوهات اللي بتكون أكتر شيء يعني أكتر شيء مشاهدة أو الناس حاببتها، في فيديوهات شورت. إذا ما بتعرفوا تعملوا فيديو شورت في فيديو كامل رح يكون على القناة عن طريقة صنع فيديوهات شورت. أما بالنسبة للفيديوهات التانية البلاي ليست ممكن تختاروا أنتوا اللي بتحسوا مناسب لقناتكم أكتر، ممكن يكون في أشياء بتحبوا تعملوها لمرة واحدة وتغيروها كل فترة. بدي أعطيكم فكرة بسيطة أنه أنتوا قناة اليوتيوب عندكم هي مثل محل. تخيلي حالك أنت هلأ يا صبية يا حلوة فايتة على محل، شوفي مرتب حلو في ألوان شانل بلاي ليست، فيكم تختاروا الفيديو بهالطريقة. من هون تختاروا بلاي ليست مرة وبعدها بتضيفوها، وإذا ما حبيتوها فيكن تمحوها بهالطريقة السهلة، نعملها ديليت. بالنسبة للكفرات للفيديوهات في فيديو كامل عن الكانفا فيكن تختاروه فوق. إذا كنتوا طالعين لايف فيكن تقولولن للعالم في عنا لايف، إذا كنتوا عاملين رول للكوميونيتي فيكن تحطوها، أي شيء بخص الاستراتيجية اللي عندكن إياها للقناة. طبعا بدنا نختصر على حالنا الوقت قبل ما نبلش. اذا انتم مبتدئين باليوتيوب لا تبلشوا اليوتيوب اذا ما انكم عارفانين شو عم تعملوا ولوين كنتوا توصلوا وشو عم تبيعوا او شو الهدف من وجودكم عبر اليوتيوب. اسئله كتير مهمه انك تجاوبي عليها وحضرتك تجاوب عليها. لا تصنعوا هدول الكفرات الحلوين على اليوتيوب، فيكن تشوفوا فيديو كامل على الكانفا بقناتي على اليوتيوب.
لحط لكم رابط بالأعلى. أما بالنسبة للفيديوهات كيف تقدروا تطبقوها وتنزلوها، كمان رح يكون في سلسلة كاملة عن المعلومات الأساسية اللي بتقدروا تحصلوا عليها لمحتوى يكون فيه له رواج أكتر، فاليو أكتر أو قيمة عليا. هون رح لكم تنتبهوا لنقطة كتير مهمة اللي هي البراندينج. رح نحكي عنا البراندينج بصورة واسعة أكتر، بس البراندينج هي العلامة تبعيتكم، أنتوا شو بتعملوا، الألوان الخاصة فيكم، شو بتشتغلوا، إذا عندكم شعار ممكن تضيفوه هون، هون البنر، تخبروا الناس بالبنر. طبعا هذا البنر رح يكون فيه له فيديو كامل كيف تصنعوا هذا البنر، كمان رح يكون بالفيديو بالأعلى الرابط. اكتبوا بالبنر انه انتو بتصنعوا الفيديو بيوم كذا، بتنزلوه بيوم كذا، شو الفيديوهات اللي بتصنعوها، شو المحتوى اللي بتحبوا تنزلوه. اما بالنسبة لتحت هون بتشوفوا ممكن تضيفوا سبسكرايب او الاشتراك، ممكن تضيفوا كمان الاشياء التانية اللي هي ممكن تكون اضافة لهذا الشعار في وقت زمني معين، بنص الفيديو، اخر الفيديو، ممكن يكون بأول فيديو، حسب أنتوا المحتوى اللي عندكم إياه وحسب التكنيك اللي أنتوا بتستدعوه مع الناس. فيكن تجربوا على اليوتيوب والمنصات الإلكترونية، أنتوا بحاجة تجريب كتير، الـ A/B تكستينج وهيدول الشغلات اللي بتساعدكن أنكم تعرفوا الناس شو بتحب. أما بالنسبة للنقطة الأخيرة اللي كتير مهمة، أنكم فيكن تحفظوا وتلغوا الحفظ بهالطريقة. هون أنا خلصنا هاي المعلومة، لحكيكم معلومة كتير دقيقة حتى تتعرف عليكم الألغوريثم بشكل بروفيشنال أكتر، بشكل أحسن أكتر، بشكل اللي لازم أنتوا تحطوه لحتى الخوارزميات تعرفكم أكتر، غير أنه الفيديو والكلمات المفتاحية. هون لازم تضيفوا العناوين، تضيفوا اللغات اللي بتحكوا فيها. أنا بحكي عربي إنجليزي فرنسي، بقدر أعطيهم 3 لغات إذا تواصلوا معي. أما بالنسبة اللي تحتها فهي روابط منصات التواصل الاجتماعي، اللينك القائم لصفحتكم باليوتيوب إذا بدكم تشاركوا مع حدا. فيكن تعملوا له كوستومايز هون، تغيروا الاسم، بس لازم يكون عندكم بس أقل من 1000 سبسكرايبر. أما هون منصات، إذا ما بتعرفوا تعملوا إنستغرام في فيديو كامل على اليوتيوب، وكمان لينكدإن كمان أكاونت في فيديو كامل على اليوتيوب، فيكن تعملوهن وتضيفيهم هون. أما بالنسبة للكوميونيتي فأنتوا إذا بتقدموا أي سيرفيس أي خدمات كتير بتفيدكم هاي النقطة، بتساعدكم أنه تجمعوا يمكن عالم بتحب هذا الشيء اللي أنتوا بتعملوه أو هي بحاجة هذا الشيء. أما بالنسبة للتيك توك والفيسبوك كمان في كورس كامل رح ينزل على اليوتيوب، اشتركوا بالقناة لحتى تقدروا تحصلوا على المعلومات الجديدة. شكرا كتير لمتابعتكم معنا عبر هذا الفيديو والفيديوهات السابقة اللي شفتوها، وإذا ما اكتشفتوها ضمن الليست موجودة لتعرفكم أكثر على كيف بتصنعوا اليوتيوب، بتدمجوا اليوتيوب وبترفعوا عدد المتابعين أكثر وتنشئوا قناة متفاعلة وفيها العديد من المزايا. إذا أنتوا عم بتتابعونا عبر هاي القناة فبنشكركم ونشكر وقتكم.